السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحال في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل القناة التعليمية في سلسلة من الدروس أو في محاضرة سابقة تحدثنا حول درجات الحرارة والنصائح والإرشادات المتبعة لتفادي هلاك طوائف النحل في المناحل. اليوم سنتحدث حول هل النحل يخرج للسروح أثناء الحر أو أثناء فترة ارتفاع درجات الحرارة؟ ملاحظة مهمة جدا يتطرق إليها الأستاذ الرشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. الله يسعد مساك اخي الكريم. اخي امجد، يعني درجات الحراره المناسبه لسروح النحل من تقريبا 25 26 لحتى 30 32، حتى لو وصلت 35 النحل بيصرح فيها. لكن المشكله عندنا مش في ارتفاع درجات الحراره وبس، المشكله عندنا اللي احنا بنواجهها هي ارتفاع في درجات الحراره وانخفاض في نسبه الرطوبه، يعني جفاف قاتل يكون حتى الإنسان ما بيقدر يطلع من داره في وقت الظهيرة. في حالة إنه كان في عنا مثلا ارتفاع في درجات الحرارة وجو رطب، يعني في ندب الليل وفي رطوبة بالنهار، النحل بيسرح حتى لو كان درجة الحرارة 35 أو 36 أو 37، ممكن النحل يسرح، ممكن ما يقطع مسافات لكن بيسرح. يعني إذا في حبوب لقاح بيسرح، إذا رحيق بسرح. وبالتأكيد أنا على كل الحالات سواء حرارة منخفضة أو مرتفعة النحل مجبور أنه يسرح مشان يجيب مي، خصوصا في فصل الصيف كلياته مهما تكون درجات الحرارة فهو مجبر أنه يسرح ويجيب مي. أما إذا كانت درجات الحرارة حتى لو ما وصلت 35 وكانت درجات الحرارة لو كانت 33 حتى أو 32 وجفاف، يعني بصير النحل لا داعي لعملية السروح إله، لأنه حتى يعني لو لف كل جبال فلسطين برجع فاضي، ما في رحيق نهائيا، لأنه الجفاف يجفف الرحيق مباشرة. يعني الزهرة بتفرز رحيق من هون والرياح بتجففها مباشرة، وبالتالي السروح للرحيق ما في من وراء فايدة. لكن من ساعات الصباح المبكر، يعني لغاية الساعة 7:30 8 ممكن 8:30 9 لما تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع في من الصبح بدري، والنحل بدأ في الصيف تقريبا بعد صلاة الصبح مباشرة بيبدأ في عملية السروح، فبيستمر حتى تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع وتصل تقريبا يعني الساعة 8:30 9 بكون بجيب حبوب لقاح بكميات كبيرة جدا إذا كانت موجودة في المراعي. يعني في مثل هاي الأيام حبوب اللقاح موجودة في الرباط في الشوكيات كلها، فبتلاقي النحل من الصبح بدري بيسرح، ولكن في ساعات المساء أو في ساعات الظهيرة يتوقف عن السروح إلا في حالة إنه بده يجيب مي أو بده يقضي حاجته، يعني بس مش أكثر ولا أقل. بالنسبة لتغطية الخلايا، تغطية الخلايا بشوالات العلف هذا أخي الكريم يعني جريمة، لأنه هذا شوالات العلف هذا عبارة عن نايلون، والنايلون بيحتفظ في درجات الحرارة، بخزن درجات الحرارة جواته، وبالتالي سيزيد من ارتفاع درجات الحرارة المحيطة في جسم الخلية. فإذا كانت الخلية عندك يعني خشبها مش سميك ممكن يقتل لك النحل كله. فالأفضل أنه يظل النحل من الجوانب مكشوف كاملا. الأفضل في هذه الحالة سواء في الصيف أو في الشتاء أنه يكون في قطعة من الفلين بسماكة 2 سنتي تحت الغطاء الخارجي. هاي يعني بإذن الله بتحمى النحل تقريبا بنسبة 70% من الحرارة العالية، لأنه هي أشد الحرارة اللي بتيجي على الشم على النحل في فصل الصيف هي الحرارة اللي بتكون ساقطة بشكل عمودي على الأغطية الخارجية، بترفع درجة حرارتها لدرجة يعني بتكون زي ما بيقولوها بتكلي بيضة على خلية النحل. إذا كانت موجودة بقطعة الفلين تحت الغطاء الخارجي
فهذه يعني بتعادل سماكة خشبة من 6 سنتي، لأنه كل 1 سنتي من الفلين بيعطي تقريبا عزل 3 سنتي من الخشب. فضروري جدا أن يكون في قطعة من الفلين، أي فلين، أي شيء ممكن أنك يعني تحصل عليه وتحطه، حتى لو كان في عندك مثلا إذا صح لك فلين بسنتي باثنين سنتي 2.5 سنتي ونص، كله يعني بتقدر تستعمله، أفضل من لا شيء. وجود الشجر، وجود النحل تحت الشجر المتساقط الأوراق حتى لو كان على مدار السنة برضو جيد، لأنه النحل بالشتاء يحتاج إلى الشمس ويحتاج بالصيف إلى الظل، فالأشجار المتساقطة الأوراق هي بتوفر له الجو المناسب. إذا ما في أشجار متساقطة الأوراق ممكن إن نعمل له عريشة، ممكن إن نعمل أي شيء، أي شيء يعني يوضع فوق الغطاء الخارجي أو تحت الغطاء الخارجي بيعطي نتيجة. حتى لو مثلا حطيت كرتونة، حتى لو حطيت أحرام خربان، شكفة سجادة خربانة، أي شيء ممكن إنه تحطه فوق الخلية ممكن إنه يعطيك نتيجة. يعني حتى لو حطيت كومة كش وحطيت عليها حجر برضه بيعطيك نتيجة. لو حبيت كش في كيس نايلون وحطيته فوق الخلية وحطيت عليه حجر برضه بيعطي نتيجة. التظليل بأي طريقة تراها مناسبة أفضل من ترك النحل في تحت أشعة الشمس المباشرة. تحياتي. والله أخي أمجد، بالنسبة للكيس فوق الإطارات ضروري، يعني سواء قطعة قماش، سواء قطعة نايلون، سواء كيس علف، أي شيء فوق الإطارات ضروري. ليش؟ هذا يعني بيمنع، يعني بيحكم إغلاق الخلية وبيمنع تسرب رائحة العسل في الهواء، وبالتالي بيمنع تقريبا يعني من عمليات السرقة، السرقة بين النحل. هذا أولا. ممكن برضو يعني يحفظ لك الرطوبة في داخل الخلية. بالنسبة لأنك يعني تحط قطعة من السجاد، تقدر تقص مثلا عندك سجادة خربانة شغلة كثير يعني الناس بيرموها، تقدر تقص منها مثلا بعرض 60 طول 50 قطع وتحطها فوق الخلية مباشرة، نرميها هيك فوق الخلية وحط عليها حجر بس مشان الريح ما يطيرهاش، وخلاص هيك بتكون يعني انت يعني حميت الخلية من أو حميت الغطاء الخارجي اللي هو الزنكو باختصار، حميته من أشعة الشمس المباشرة، وبالتالي بتقلل من درجات الحرارة في داخل الخلية.